قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. الله أكبر. وما لكل مسلم، لكل صائم وصائمة دعوة مستجابة لا ترد يدعو بها في هذا الشهر الكريم. بل روى البزار بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة في رمضان. إن لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة يدعو بها في رمضان. لا إله إلا الله، في كل يوم وليلة لك دعوة مستجابة. تخيل طيلة الشهر تدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة لك ولأهلك ومن تحب وللمسلمين والمضطهدين والمظلومين من أهل الإسلام. تخيل تستجاب لك في كل يوم وليلة. وتخيل إذا استجاب الله دعوتك في نصرة المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وغيرها، وفرج الله عنهم ونصرهم بسبب دعوتك، كم لك من الخيرات والبركات والدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ينبغي أن تلحوا على الله بالدعاء، فإن الله يحب الملحين بالدعاء. أكثر من الدعاء، نحن فقراء أيها الأحبة، مساكين، والمصائب تتناوشنا من كل جانب، والأخطار تتهددنا من كل جهة، وفينا المريض وفينا المسحور وفينا الذي أصابته العين والحسد، وفينا من تسلط عليه الأعداء، وفينا أيضا من لم يوفق في تجارة أو في دراسة أو عمل، وفينا من يكيد له الكائدون من قريبين وبعيدين. السلاح الأعظم بيدك، وهو أسهل سلاح وأمضاه وأكثره تأثيرا، هو الدعاء.